السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الزمالك اليوم على قناة المحور. بإذن الله إن شاء الله كنا من المفترض يعني إن احنا ما نطلعش وقت كأس الأمم الأفريقية بعد يعني توقف الدوري العام لحين انتهاء بطولة الأمم الأفريقية وعودة المباريات المتبقية من هذا الدوري بعد كأس الأمم. لكن حبينا إن احنا نكون متواجدين على الأقل 3 أيام في الأسبوع معاكم إن شاء الله. بإذن الله هنكون متواجدين معاكم إن شاء الله أول يوم النهاردة يوم الجمعة، وبعد كده هيكون 2 خميس جمعة، يعني من كل أسبوع الساعة 11 ما عدا أوقات مباريات مصر. يعني مثلا الجمعة الجاية يكون معاكم الزميل أحمد جمال إن شاء الله. مباراة مصر على ما أعتقد وهنتأكد دلوقتي هتكون الساعة 10، وبالتالي هتخلص 12. أول ما مباراة ما تخلص هنكون متواجدين معاكم على الهواء مباشرة، عشان أكيد هنتطرق لمباراة مصر اللي فيها لعيبة الزمالك وفيها لعيبة مصر كلها، لأن احنا في النهاية نادي الزمالك اسمه نادي الوطنية والكرامة، كلنا ورا منتخب مصر، كلنا نتمنى كل لعيبة مصر بما فيهم لعيبة الأهلي والإسماعيلي واللعيبة المحترفة إن ربنا يكرمهم إن شاء الله ويفرحوا كل الشعب المصري بإذن الله بمختلف انتماءاته، لكن هم بينتموا لكيان واحد وهي مصر بإذن الله. دي مواعيد برنامجنا إن شاء الله لحين الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية، ثم سنعود إن شاء الله يوميا بإذن الله 7 أيام في الأسبوع إن شاء الله أنا وزميلي أحمد جمال في برنامج الزمالك اليوم. النهاردة عندنا فقرتين، النهاردة هنكون متواجدين معكم كمان لمدة 2 ساعة على عكس 3 ساعات بعد كأس الأمم إن شاء الله، كون 3 ساعات إن شاء الله كل يوم من 11 لواحدة أو وقت ماتشات مصر هنكون من إن شاء الله بإذن الله يعني هنكون من 11 لـ2، لكن يعني هنكون هل هناك محاولات أن يكون وقت المباريات تكون من 12 لـ2 أفضل عشان تكون كل المباريات انتهت بما فيهم يعني مباريات غير مباريات مصر، يعني في مباريات مهمة جدا غير ماتشات مصر الناس أكيد هتكون حابة أنها تتفرج عليها. النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة هيكون معايا الصحفيين المحترمين إيهاب الفولي وشادي عيسى، مصر اليوم وجريدة الفريق أو موقع الفريق. هنتطرق ايضا يا جماعه للامور اللي كانت مثاره الفتره اللي فاتت وما كناش على الهواء مباشره، وهي موضوع انسحاب النادي الاهلي وعودته، قرارات اتحاد الكره المصري، يعني كل ما حدث في هذا الموضوع، وبرضه ببعض الفيديوهات اللي انا جايبها لكم النهارده اللي هيكون هي فيها هتكون الفيصل في هذا الموضوع هي الفيديوهات، يعني ما بنتكلمش كتير لكن الصوره والكلام هو اللي بيتكلم لوحده، وده اللي هنشوفه إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة. أما هنبتدي طبعا وختامها يعني بيكون مسك، لا بدايتها مسك كمان إن شاء الله مع كابتن الكبير كابتن أحمد عبد الحليم، وكلام في الأمور الفنية لكرة القدم سواء لنادي الزمالك والمرحلة القادمة، مدير فني خالد جلال، مدير فني أجنبي، كلام كتير قوي طلع الفترة اللي فاتت، معسكر الفريق، تغيير اللاعبين، عودة اللاعبين المعارين، يعني رحيل بعض اللاعبين الموجودين الأجانب، فرجاني ساسي، حمدي النجاز، هل جاي له عرض من النصر، كهربا رايح فين، كل ده ان شاء الله هنتطرق اليه مع الكابتن الكبير كابتن مصر ونادي الزمالك ورئيس اللجنه الفنيه في نادي الزمالك كابتن احمد الحليم. يا كابتن احمد ازي حضرتك؟ كابتن خالد سيك وعشني، وكل سنه وانت طيب والمشاهدين كلهم بخير وبصحه، وان شاء الله كمان شويه يكون معايا مدحت عبد الهادي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بعد قليل. كابتن احمد هبتدي معاك، و رحيل مستر جروس خلاص، ومجيء كابتن خالد جلال تولى القيادة مباراة واحدة، ثم ابتدت الإشاعات وبعض الإعلاميين أيضا يعني منهم المحسوب على نادي الزمالك يعني وإعلاميين آخرين طول الوقت كلام عن مدير فني أجنبي، خالد جلال ماشي، خالد جلال مش قاعد، يعني في كمان في بلبلة حتى على بعض الصفحات الزملكاوية رفض خالد جلال ومحاولة التقليل منه يعني محاولة دايما للتعظيم الأجنبي وتعظيم مستر جروس، رغم أن أنا هتكلم في هذا الموضوع مع حضرتك بالأدلة وبما يقولونه. يعني في النهاية رئيس نادي الزمالك المشرف العام على الكرة أكدوا أن كابتن خالد جلال موجود الفترة اللي جاية، يتفق البعض يختلف، رؤيتي انا شخصيا عدم رؤيتي، لابد ان احنا كلنا ندعم كابتن خالد جلال المرحله اللي جايه، خصوصا
ان اجنبي في ذاك الوقت في هذا الوقت يا كابتن صعب جدا انه يجي يتولى القياده ثلاث ماتشات، يكسب دوري يخسر دوري ثم يتولى سنه كامله، اعتقد ده هيكون موضوع صعب.